كبها فهي دائما شغوفة بكرة القدم النسائية. ربما بعد 10 سنوات من الآن نتكلم إن شاء الله عن كيف وإلى أي مدى وصلت الكرة النسائية. لدينا دورة وهي أيضا ملهمة ليس فقط لكرة القدم النسائية ولكن أيضا لكرة القدم الرجالية لأنها ملهمة. أنت لاعبة كرة سابقة وأنت أسطورة وأنت سكرتير العام لاتحاد الكرة الفرنسي وهذا أمر مبهر لأنك تعيشين حلم النساء هنا. أنت شغوفة بالكرة بصفة عامة وبكرة القدم النسائية خاصة. قولي لنا عن تفانيك لأن ليس لدينا شخص أفضل منك للتحدث عن هذا الأمر. أولا أشكرك، أولا أود أن أشكرك على أشكركم على الترحيب بي. من دواعي سروري أن أكون هنا وأن أعرف هذه المرأة ليس فقط للتكلم عن كرة القدم ولكن أيضا لسماع ما تودون أن تقوله. لأن كلنا أنا وزملائي نحن لسنا ليس كل أمر يتعلق بنا هو خاص بكرة القدم ولكن أيضا تجرب الحياة. سيكون لدى الناس أن يلعبون كرة القدم ثم يصبحون مدربين. في أوقات كثيرة من حياتي قررت كنت بصدد أن أتوقف ألعب الكرة لأني لم أكن أبذل كل ما في وسعي ولكن بعد ذلك أصبحت قوية. لم أخف من الولاد وكنت ألعب الكرة بقوة. عندما كنت ألعب مع النساء لم أكن سهلة وكان كنت أتلقى الضربات ولكني كنت أتمتع بالثقة وكنت قوية. ولكن في أوقات كثيرة شعرت بالضعف ولم أود أن أكمل لعبة الكرة ولكن تعلمت شيئا في حياتي إنك لا تترك كرة القدم. الأشخاص يرونك بطريقة مختلفة ولكن الناس لم يشجعوني كثيرا ولكن هذا لم يوقفني. لقد كنت قوية ولكني كنت أفتقد الثقة وظلمت أني لأكون لاعبة جيدة كان يجب أن أركز على الأمور الفنية. ثم تعلمت لاحقا أنه يجب أن أركز على نفسي، يجب أن أكون ما أريد أن أكون عليه لنفسي، أن أكون لاعبة قوية. حتى لم أكن ذات تقنيات عالية كان همي أن أطور من نفسي وأن أكون نفسي ولم أترك كرة القدم وظللت أعمل على نفسي وأن أكون ما أنا عليه. ثم ذهبت للدراسة في الولايات المتحدة، لعبت في ليون وبايرن ميونخ وواجهت تحديات كثيرة. ثم في يوم من الأيام أتيحت لي الفرصة من رئيس الاتحاد الفرنسي أن أكون جزء من اللجنة التنفيذية وقلت هذا جيد ولكن ما سأقوم بتقديمه للاتحاد. أنا امرأة صغيرة السن، أنا سوداء البشرة لأنك في فرنسا إن أشخاص الذين يقودون لعبة كرة القدم هم بيض البشرة وأنا لست كائفا أقول ذلك ولكني امرأة. سألت نفسي هل لدي هذه إمكانيات لأضيف لهذا المنصب وأنا أفكر في هذا الأمر. ثم قلت لنفسي ربما في بعض الأحيان في حياتنا تتاح لنا فرصة وربما هذه فرصة يتاح وربما هذه هي اللحظة التي يتاح لي أن أقدم مشاركتي ورسالتي. لا يهم إذا كنت سمراء البشرة أو أني صغيرة السن وأني كنت فقط لاعبة ولكن هذه هي الفرصة لأقدم لكرة القدم النسائية وللناس بصفة عامة. لذلك أود أن أقول لكم إننا كأفراد إذا التزمنا بما نحن عليه كنا أنفسنا فربما نستطيع أن نصنع الفرق. هذه هي القيمة التي أقدمها والتي قدمتها.
شكرا جزيلا. لقد تكلمت عن موضوع حساس وهام، وهو بالطبع يهم كل شخص من الحاضرين اليوم، لأننا كما قلت نحن الأفريقيين. أنت تلعب بقوة على أرض الملعب، ولكن الأمر لا يتعلق بذلك فقط، يجب أن يكون هناك قوة داخلية بداخلك لتصبح ما أنت عليه اليوم، لكي تصبح ناجحا. ويجب عليك الكفاح، يجب أن تكافح العنصرية والتمييز العرقي والنوعي المبني على النوع الاجتماعي، وأيضا أن تكافح العنف من الناس الآخرين وأن تتغلب عليه. وفي بعض الأحيان أريد أن أقول لكل الحاضرين اليوم وكل من يشاهدنا على التلفزيون أنك تعمل بشدة لتنجح. في معظم الأحيان يسألونني هل واجهت أمور تتعلق بالتفرقة العنصرية، وأجاب نعم، حدث مرة أو مرتين. حدث لعبت كان هناك عنصرية شديدة، وفي نهاية مباراة ما تكلمت مع الحكم وقلت له لقد قيل لي إني قردة، وهذا أمر لا يجب أن يمر به أي شخص. وظللت مندهشة، لماذا لقبوني بالقردة؟ هذه الأمور معقدة وصعبة وتؤلمك بشدة، ولكن في نهاية المباراة أو في نهاية المطاف وجدت أنه يجب أن نقول للناس أن النساء عادة ما يتم مهاجمتهم لأنهم نساء. لأن هناك بعض الأشخاص يقول لك لماذا تلعبين كرة القدم، مكانك في المطبخ. ما زلنا نسمع هذا الكلام، ولكن ما يجب علينا فعله؟ يجب علينا أن نوعي الناس أن لا يتقبلوا مثل هذا الكلام، لأن ليس من الطبيعي أن يقال لك مثل هذا الكلام. من المهم أن نقف أمام مثل هذه الثقافة وأن لا نقبلها، لأنه ليس هناك عذر في أن تتعرض امرأة صغيرة السن لمثل هذه الإهانات أو الإساءات. ولكن ما يتوجب علينا فعله؟ هل يتوجب علينا طول الوقت أن نقوم بالشكوى؟ لأن هذا لن يغير أمر شيئين. أنا أعرف أن هناك الأشخاص الذين يحكمون علي أني امرأة صغيرة في السن وأني سوداء البشرة وأني في منصب متقدم، أنا أعلم ذلك. هناك كثير من الأشخاص الذين يشككون في منصبي، هل بإمكانها أن تحقق تطور للعبة؟ أنا أعلم ذلك، ولكني أعلم أيضا أنني أستطيع أن أضيف إلى ما هو حالي، وأعلم أننا كلنا مختلفين بداخلنا. نحن نواجه الأشخاص العنصريين طول الوقت، هذا هو الأمر. نحن لن نستطيع أن نغير الناس من يوم بين ليلة وضحاها، ولكن أفضل شيء أن تكون أفضل ما أنت عليه وأن تكون نفسك، ومن ثم ستستحق الاحترام. الأمر لا يتعلق الناس بعد فترة من الوقت، بعد ما أن رأوك أنك لاعب جيدا ورأوا مساهماتك سيصغون وسيحترمونك. إذا كنت شخص جيد وتقدم مثل أعلى، فأنت بإمكانك أن تغير أشخاص العنصريين أو الأشخاص السيئين. لذلك يتوجب عليك أن تكون نفسك. أنا لست هنا لأجعل الناس يحبون الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو أن يحبوا النساء، أنا فقط أدعوهم لأن يتصرفوا بصورة جيدة وصورة صحيحة، وأنا أقدم لهم المثل الأعلى لذلك. شكرا على إلهامك لنا